السلام عليكم. توقيت المباراة الدولية الودية بين المنتخب المغربي ومنتخب رومانيا اليوم ضمن إطار الاستعداد لكأس العالم 2023 للسيدات والقنوات الناقلة لهذه المباراة، حيث يتواجد المنتخب المغربي في المجموعة الثامنة من كأس العالم للسيدات إلى جانب كل من منتخب كوريا الجنوبية ومنتخب كولومبيا والمنتخب الألماني، بينما لم يتمكن المنتخب الروماني من التأهل لكأس العالم للسيدات ويستضيف ملعب راكان جوترين في بوخارست الرومانية لقاء المنتخب المغربي ومنتخب رومانيا في مباراة دولية ودية استعدادا لكأس العالم للسيدات اليوم الثلاثاء 11 أبريل 2023 في حدود الساعة 5:30 مساء بتوقيت المغرب، 7:30 مساء بتوقيت مصر إن شاء الله. وسيأتي بنقل هذه المباراة على قناة الرياضية المغربية.